اتصال ويعني احمد. الو، احمد السلام من العراق. عليكم. عليكم السلام، شلونك يعني؟ يا هلا بيك احمد. والله انتم نورت شاشي. الله يخليك. وحبيت اسلم على اهل البنية الحلوة، ونحبيت يعني برامج الثقافية حلوة، يعني اريد العراق هذا الشيء. يلا سلمي عليه. هلا، شلونك احمد؟ اي أيوة والله حلو، كلش حلو، عجبتني كلش، يعني كلش حلو. يعني احمد، انت منين؟ انت منين؟ من العراق. انت منين؟ من العراق، من اي محافظه؟ انا من مدينه الصدر. يا هلا بيك. تحب توجه لها لكلوديا سؤال؟ كلوديا فنانه تغني. اريد اتطور اكثر، يعني بدريت اتطور اكثر. البرنامج مالي مال الايميل اريد ارسله هنا على الشاشه مالتك. اريد ايميلك. ايميلي؟ يعني هي يعني كامله، بس اريد اكملها بعد ذي. اريد ايميلك احمد. اوكي، ايميلي كلوديا ستار @yahoo.com. حفظة احمد. كلوديا شارطة ستار @yahoo.com. ناخذ اتصال اخر، يعني سامر. سامر من مصر، يا هلا سامر. مساء الخيرات. شلون ست نغم؟ يا هلا بيك. طبعا تحياتي لك وللضيفه ست كلوديا. شكرا لك. بس انا طبعا معجبين جدا بكل الفنانين العراقيين عامه، بالفنانه كلوديا شخصيا، يعني على يعني بكل المجالات، اذا سواء مجال الجمال كملكه جمال هي، واذا نجاحها في التمثيل ونجاحها في الغناء. لكن سؤالي ست كلوديا، تسمعيني؟ نعم، تفضل. شلون تسيطرين بالانتقال بين هاي المجالات؟ يعني هي هو كله فن، انا معك. يعني شلون تسيطرين كأنت مغنية او كأنت ممثلة او كأنت ملكة جمال؟ انت وين تشوفين نفسك اولا، وثانيا شلون سيطرتي على هذا الاشياء؟ سامر، هي اجتي مراحل، يعني مراحل، يعني شلون اقول لك اياها، ورا بعضها متسلسله. يعني موضوع ملكه جمال كان سابقا قبل 3 سنين، فتح لي مجالات ثانيه، لكن انا كنت اطمح انه انا اكون مغنيه، احترف مجال الغناء. من احترفت مجال الغناء قامت تجيني عروض بمجال التمثيل. قبل شويه ذكرت انه انا اهملت البومي شويه واخرته، لانه انا مدى اقدر الاقي الوقت. يعني ما اقول لك انه انا سوبر وومن، انه انا اقدر انسق كل اعمالي، لكن اخلص مثلا العمل ياخذ 2 3 شهور، واعرف مثلا انا عندي اجازه اسبوع، فانا هذا الاسبوع ما اقعد بي ارتاح. انا فعلا هوايه اشتغل، يعني بلا توقف. فما اقول لك انه انا سوبر وومن، لكن انا رب العالمين الحمد لله، الحمد لله موفقني بالناس وموفقني بوقتي وموفقني انه الناس متحملتني شوية اتأخر على هذا، شوية ممكن اقصر بمواضيع معينة ارجع اكملها. هذه هي بس بكل بساطة. يعني طبعا بس احب بكلمتين اقول لك انه انت فنانة جميلة جدا. تسلم. واتمنى لك الموفقية اكثر واكثر واكثر، وتمنياتي لك ست نغم على البرنامج هذا الرائع وعلى نجومك اللي تستضيفيهم. الله يخليك. شكرا يا سامر، شكرا جزيلا. ويانا اتصال اخر، ويانا نور. نور، الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. حبينا نشارك بالبرنامج مع صراحه يعني الفنان العراقي اللي راس عراقنا. تفضلي. حبينا يعني نشارك صراحه، معجبين باغانيها وكليباتها حلوه صراحه. تفضلي تحكي وياك كلوديا، ايش تحبين تقولي لها؟ انا ما بنت ولد. ولد نور. اسفه جدا، صوتك نور. صوتك واسمك شويه على بالي بنيه، اسفه جدا نور. لا لا عادي عادي، والله صراحه يعني يوم اسمع اغانيها واحنا بمكانات بعيده عن العراق، صح حلوه اغانيها وطلعت حلوه، نتمناها موفقيه ان شاء الله ان شاء تسلم الله. تسلم. تسلم يا نور، شكرا جزيلا وعلى هذه المشاركه الحلوه وعلى كلامك هذا الحلو واسمك الاحلى. بالعكس، لا 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 بالعكس، نتمنى لك الموفقيه وان شاء الله اكثر اكثر تطلعين على الشاشه اكثر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ادعوا لي. هذا كله انتم ما دام انتم راضيين وما دام انتم هذا يعني عجبكم اللي انا دا اقدمه، اكيد ان شاء الله رب العالمين هيوفقني عليه. ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا نور. نور اسمها حلو نور. اسمها حلو نور على بالي بنيه. ويانا احمد من العراق. الو احمد من بغداد.
الو الو تفضل احمد، انت على الهواء. مساء الخيرات. حب امسي عليك نغم ومسي على ضيفتك الكريمه وعلى مشاهدينكم. يا اهلا بيك. اي احمد. الو احمد تفضل، تحب تحكي ويا كلوديا؟ تفضل هي وياك، انت على الهواء. ان شاء الله من تالق الى تالق فنانتنا كلوديا، وان شاء الله نشوف القردة باقرب وقت لان جمهوره طيبين يشوفون كلوديا بالعراق ان شاء الله. تسلم لي احمد، ان شاء الله عن قريب عندي حفله في اربيل ان شاء الله. ان شاء الله مساء الخير فنانتنا كلوديا. مساء النور عليك وعلى كل العراقيين وعلى كل أنا العراق. شاعر ترى بنفس الوقت شاعر. انت شاعر، اهلا وسهلا، تشرفنا بك اخ احمد. واتمنى يعني تجين تزورين العراق لان اكو شعراء يريدون يعني يبدون يعني مبادره وانهم انقطع الاتصال. طبعا مع الاتصال مع الاخ احمد، اكيد أحمد. اخ احمد انه انا راح اكون موجوده بالعراق خلال فتره، يعني خلال هذه الفتره، وعندي ان شاء الله حفلات في اربيل وفي العراق، وبالعكس انا ارحب بكل الشعراء وبكل الفنانين العراقيين واتمنى اتعامل معاهم، ويعني هم يعني بهذا الكلام وبهذه اعتبره نوع من الدعم، وشكرا جزيلا لك. كلوديا خلينا نتحدث عن علي، اكو اتصال لو احكي له من تقول لي اتصال. خلينا نحكي عن الثنائيات الغنائيه. مؤخرا لاحظنا كثير كثير من الثنائيات الغنائيه، وحتى عندنا فنانين عراقيين، يعني حتى مطربين اثنين، مو شرط انه مطرب ومطربه. على فكره عجبتني هذه الفكره. حلوه جدا. صح؟ انه اشوف مثلا ديو مع مطربين اثنين. يعني مو مطرب ومطربة. عجبني كثير الفكرة، كانت ناجحة. آخرها كان شفت أغنية للملحن نصرة البدر والمطرب وقائد. نعم وقائد حلمي، مطرب جديد اسمه قائد. ايه. حلمي. فكثير عجبتني هذه الفكرة، هاي أول مرة كنت أتابع، أول مرة أشوفها. بعدين سمعت أنه أكثر من ديو جمع أكثر من مطربين عراقيين، وما أنا شفت أنه ما كان يعني هذه فكرة عراقية أعتقد. اي ماكو مطربين اثنين مغنين يعني عربيا. أنا يعني بعدها انا شفت حسين الجسمي، الفنان حسين الجسمي مع الفنان طبعا راشد الماجد. لا بس قبلها فايز السعيد ووليد الشامي غنوا. صح هم كانوا صح؟ بالاول. الحق صح عيني الحق. اي صح. سوري انا اسفه. صح هم كانوا اول. اول حلوه اغنيتهم صح. كانت كلش قويه وحلوه الاغنيه. فاذا فكرتي تغنين ديو فمنو تختارين اذا مطربه، ومنو تختارين اذا مطرب؟ إذا مطربة منو تحبين تغنين وياها؟ هواية عندنا مطربات أحب أن أغني وياها. هو إيه إحنا عندنا هواية أكيد، بس أنت سمي لي يعني وحدة على الساحة الفنية يعني موجودين هواية. إيه أنت سمي لي وحدة ممكن أنه أنت وياها تطلعون الديو حلو. بصراحة يعني ما فكرت هواية بالموضوع هذا يعني فما دا أقدر أسمي شخصية معينة. حتى يعني كمطرب همينة ما فكرت هواية بالموضوع، لكن في فكرة صار لها 4 أيام في بالي مع مطرب عراقي معين. فأعتقد هو كثير راح يفرح إذا أنا كلمته وقلت له إحنا لازم نسوي ديو مع بعض. هي قريبة جدا طبعا. يعني ما راح تقولي لنا من هو المطرب؟ لا طبعا مفاجأة، هو ما يعرف. يعني أنت قلتي هو كثير راح يفرح من أكل ما أقول له غنيك، يعني فرحي هسه. لا ما راح أكلمه على التليفون وأقول له إحنا نريد نسوي عمل مع بعض إن شاء الله. أنت تعرفين أنا جريئة يعني على طول أنا أقرر خلال أسبوع أكون خلص الموضوع. بس أكيد تنطينا خبر حتى إحنا بكريستال نتابع. أكيد طبعا الموضوع وين صار. لازم أول شيء نشوف يعني نطرح عليه الفكرة وبعدين إن شاء الله. يعني ببالش فكرة ديو غنائي. نعم. زين كلوديا ما قدمتي أغنية وطنية للعراق؟ شلون ما قدمت؟ أول أغنية غنيتها. أول أغنية اللي هي لأطفال العراق هذه. نعم. غيرها ما مفكرة أنه تقدمين أغنية وطنية؟ عندي أغنية هي تتغزل بالرجل العراقي، ما نقدر نقول أغنية عراقي، يعني مو أغنية وطنية. أغنية كلش حلوة وكلش دلوعة. وهي تخص يعني ما أعرف يمكن كل وحدة تحب واحد راح تغني لها. فأغنية دلوعة هواية وتتغزل بالرجل العراقي تحديدا. شوية يعني سمعينا ما أطلع الأغنية من كلامها. كلام بس إذا ما تحبين راحتك. هي ماخذين